وهلا والله، اليوم احنا في الحدث الخاص باطلاق الجالكسي اس 10 والاس 10 بلس، فمتحمس اني اراويكم كل شيء يخص الجوال وشنو راح نسوي. راح اليوم اركب على المسرح واتكلم لاول مره مع جمهور كامل تقنيا عن هذا الجوال. واحنا الحين دخلنا الى القاعه اللي اسمها ذا فورم في سيزر بالاس في البلو واتر، هي جزيره جديده، بس الحين باخذكم معاي حتى تشوفون شيء مختلف. تعالوا وياي. مثل ما تشوفون عندنا الحين كل جوالات الجالكسي من الجالكسي اس، اول واحد عندنا الاس 2 الاس 3 الاس 4 الاس 5 والاس 7 الاس 9 وذا نيكست جالكسي، بس احنا عندنا اياه الحين في القاعه الرئيسيه. تشوفون وياي كل العالم مستعدين. انا صار لي اسبوع قاعد استخدم الجوال، قاعد العب فيه كل الالعاب، انزل عليه، ارفع فيه صور، اسوي عليه ايديت. خلال ساعه راح اركب على هذا المسرح وراح اتكلم مع كل الجمهور، مع كل الحضور الموجودين، كل الاودينس اللي موجودين، واتكلم معاهم ليش جوال جالكسي اس 10 والاس 10 بلس مميزين بالنسبه للجيمرز. بعد شوي راح اطلع على المسرح وراح اتكلم عن جوال جالكسي اس 10. اقطع 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 اقطع، لا تراويهم لا تراويهم. ايه، ولازم اقوم من المسرح لانه استعدوا يصورون حق بداية البث المباشر للإيفنت اللي هو الجالكسي اس 10. For the past week, I had the opportunity to get my hand on the Samsung Galaxy S10 Plus. And the first thing as a gamer is to go to the store and download all the heavy games. Fortnite, to PUBG, to Mortal Kombat. اول شيء حبيبي شغلك جبار. Thank you. على السوشيال ميديا. Thank you. اذا ما تابعتوه على السوشيال ميديا بحط لكم كل حساباته، تابعوه على اليوتيوب، على انستغرام، على تويتر، على كل مكان. ثاني شيء مبروك على 100,000 على انستغرام. Thank you حبيبي. Thank you مالك. ثاني شيء شغلك اليوم كان حلو على المسرح. You too man. شغلك كان وايد حلو. You nailed it. You broke your leg. You were natural. Yeah. Enthusiastic. That's exactly what you are and you were exactly who you were. حبيبي كنت شوية متوتر. شوية ما اريد ابين. كنت I was tagging you. عرفت و I guess you were getting tagged. تليفونك ما كان سايلنت. تليفوني ما كان سايلنت. وانا على المسرح وقاعد اشوف ان الجوال قاعد يطلع عليه نوتيفيكيشن وقاعد اقول من اللي قاعد يرسل لي الحين؟ Stop it, stop it, stop tagging me. لا هو شوف this is like I think my second or third time doing this. You just need to be in the zone. انا كنت اقول لهم انا طلعت على المسرح في كوميكون عندنا في دبي. 40,000 كوسبلاي كومبيتيشن ما شاء الله. جمهور عالم بس مو لابسين سوت. اوكي ما احس ان بيفتكرون يبون يستانسون هني. لا يبون المعلومات. يبون المعلومات. يعني اذا غلطت في معلومه واحده صح. لا انا اللي ضحك في الموضوع تشو ستوري ان سامسونج اول مره كلموني كانوا معطيني معلومات مختلفه او مواصفات مختلفه اتكلم عنها قبل اركب الطياره. كان يقولوا لي باي ذا واي ترى انت راح تتكلم عن كذي كذي كذي. كان اقول لهم بس انا الحين ذهبت روحي حق هذيك الاشياء. كان يقول يو كان دو ات. لا احنا مو قاعد نحاتي. يو فاميليير وذ ذا ستاف. فطول اليوم اي هاد تو ريهرس قبل علشان اعرف ايش اقول. انت وصلت اليوم وتدربت اليوم؟ اليوم وصلت دربت مره واحده بشورتي بعدين اي سا يو. اي ونت اي جات دريست اي كيم باك اي مست ذا سكند ريهرسل. فريهرسل وان تايم اند ذن فيرست تيك. انت ما يخاف عليك ما يخاف عليك. انا امس الساعه 1:30 هني. هيرد مان قعدت مع واتس هيز نيمز كيد. يا هي كيم اند ميت يو. ذاتس اميزنج. شوف اي لاف ذس بيكوز قاعد اصلا ام اي سكريمينج. اوكي اي ثوت بيكوز اتس فار. لا كنتيني اتس جود. فور مي احب ان
اتعرف على من اللي قاعد اشتغل وياهم وكيف راح نتكلم كيف راح نتناقش. والشيء الحلو انسول كان الوحيد اللي قاعد يصفق لي اقول بس اقول فورتنايت. لا شوف your devil's games man, your devil's games, enough said, period. حبيبي last thing صراحة شنو رأيك في الجوال؟ Galaxy S10 Plus للأمانة it's not just another novelty. It's the new measuring ruler حق التليفونات المفروض تي. It has a lot of great things. There are very little things that you can be nitpicky about when in terms of if you want to be nitpicky يعني. بس عامة شاشة ممتازة, بطارية أداها ممتاز, نظام تشغيل تحسن بشكل وايد كبير, البطارية صارت عودة وتدوم معاك يوم كامل من استخدام الثقيل. يعطيك configuration عالي ما بين 12 رام و 1 تيرابايت which is literally أكثر من لابتوبي. ففي أمور وايد كثيرة يعطيك إياها at a level of a whole new level of specs sheets حق تليفونات الموجودة عندنا اليوم بالسوق. It's a great device. I'm excited for what's gonna come, but this does not make it any less of a better device. The competition is very stiff and feel a lot of pressure على Samsung. They nailed the hype and it lives up to it. أنت جربت الفولد؟ جربت الفولد. Well, I didn't try it. It was like behind glass. But it looks amazing. I can't wait until I try it. عندنا أسبوعين على ما. Exactly. يعني it's supposed to launch mid-April or 26th of April. Yeah. Yeah. It looks amazing. طبعاً في you know another phone that was launched that kind of does the same thing. نزلت فيديو على يوتيوب. I talked about the differences. I think the fold is more practical مال Samsung Galaxy لأن it folds to the inside instead of folding on the outside, which makes it more sensitive. توه قبل نبلش I just put the phone down like this. تسوي كذي بالتليفون الثاني خلاص. بس with the fold you can comfortably probably drop it and nothing will happen. عبتشون. ف I'm really excited for that. مشكور حبيبي والله ما تقصر. Absolutely. واحنا الحين في الاكسبيرينس زون نقدر نجرب كل الاشياء الخاصه بالسامسونج جالكسي. عندنا اول شيء الجوال, عندنا هنا اللون الابيض سيراميك وايت. You can take wide photos or you can go as close up as you want. عندنا هنا ساعة السامسونج الجديده, ساعة حدها خفيفه اللي انا متحمس حقها, وعندي في البيت الجالكسي باد سماعات سامسونج جالكسي. شوفوها معي حدها خفيفة يعني. عندنا اللون الأسود وعندنا اللون الأصفر وعندنا اللون الأبيض, بس أبي آخذ صراحة اللون الأصفر لأن أحسه مع كل ملابس راح يظهر. الشيء الحلو لأنه تقدر تشحن بس تحطه وراح يشحن. وهذا كان نهاية اليوم الخاص بسامسونج جالكسي S10 والS10 Plus إطلاقهم في الشرق الأوسط. شفتوني تكلمت عن السامسونج, صورت كل شيء, وفوق هذا الشيء طلعت على المسرح وتكلمت في المسرح. يعني كانت شعور غريب انك تنط على المسرح تتكلم قدام كل العالم, قدام كل العالم تتكلم عن ميزات السامسونج جالكسي S10 وعن الجيمينج الخاصه بسامسونج جالكسي. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني. لا تنسون اللايك والفيرف والسبسكرايب. شكرا على المتابعه, شكرا على كل شيء. تابعونا على كل حساباتنا على انستغرام, على تويتر, على سناب شات وعلى اليوتيوب اكيد, كلهم @devilsgame. ومع السلامه.